لك عنابة مشي ملاحة كيف هاج عنابة مشي ملاحة يروق رجاء دي عنابة كامل يقول لك مش هملاحة شبيه مدمة تاريخ ماضي يحكي لنا قصص وحكايات وحكم عن الحياة التي دائما نكتشف فيها كل جديد عن تاريخ الأسبق للحضارات والأمم. أن التاريخ له عنوان لما مضى وأحداث تكتب للأجيال والتي يستغلها العلماء في الوقت الحاضر لتخطي الأزمات التي مرت بها الشعوب وتفاديها في زماننا هذا. عبد الرحمن احنا درك رانا في نهايه جبل عابد نعم هكا نعم زكريا بدايه من غرفه التجاره ونهايته في القلعه الحفصيه رانا على بعد 500 متر من النقطه اللي كنا فيها الحلقه اللي فاتت اللي على ارتفاع 30 متر رانا في ارتفاع 109 متر هو جبل عابد لامتداده للمدينه القديمه امتداده حتى البوسيجور امتداده حتى الجبل وان الزون هذاك يعيطولو امتداد لجبل عابد. جبل عابد واش فيه؟ فيه احد المعالم التاريخيه الرائعه هي اللي موجوده من خلفنا هي القلعه الحفصيه او كما تسمى كذلك بقصر بالقصبة. القلعة الحفصية تعود إلى الوجود الحفصي بمدينة عنابة. الوجود كان من 1284 إلى 1535. الحفصيين بنوا هذه القصبة بنوها عطوها طابع عسكري بنوا فيها الداخل مسجد بنوا فيها معتقل وبنوا فيها قصر اللي كان هذا القصر مقر الاستجمام للسلطان الحفصي في تلك الحقبة التاريخية. في 1535 القلعة تم احتلالها من طرف الإسبان. الإسبان قاموا بتخريب الأسوار وكذلك قاموا بنهب عدة كنوز تعود إلى الحقبة الزرية بالمدينة القديمة. في 1540 تم تحرير القلعة الحفصية أصبحت تابعة إداريا للجزائر العاصمة. العثمانيين كذلك وزادوا في القلعة الحفصية العثمانيين كي جاءوا زادوا فيها أبراج زادوا فيها أماكن وين يحطوا فيهم المدفعية وزادوا فيها كذلك مغارات للخروج من القلعة الحفصية وذلك إن كان هناك عدوان فسوف يقومون بمحاصرة العدوان العدو اللي راح يضرب القلعة عبر تلك المغارات اللي كانت تخرج حتى المدينة القديمة. كان كذلك في 1607 والحادثة معروفة هي الإكسبيديسيون دو لا توسكان يعني التوسكانيين الإيطاليين أرادوا احتلال مدينة عنابة واللي حاب يحتل مدينة بونا في تلك الحقبة التاريخية كانت أول حاجة أنه يسقط القصبة فالتوسكان لم يتمكنوا فخوفا من ضربات اللي هنا في القلعة الحفصية كانت المدفعية استعملوا شاطئ رفاس زهوان طوش دخلوا من تم المدينة وأرادوا احتلال المدينة لكن لقوا مقاومة شديدة من سكان المدينة وكذلك من المدفعية اللي كانت في هنا في القلعة الحفصية. يبان الاحتلال الفرنسي كذلك كانت القلعة الحفصية جدار منيع ضد المستعمر الفرنسي لأنه فرنسا ما دخلتش العنابة في 1830 دخلت لها في 1832 نظرا للمقاومة اللي كانت هنا من القلعة الحفصية. القلعة الحفصية ابن استعمار فرنسي من 1954 إلى 1962. الفرنسيين هدفهم هو طمس الهوية قاموا بتخريب المكان القلعة وقاموا بتحويلها إلى معتقل أين كان يعذب المجاهدين والشهداء إلى غاية الموت. يعني فرنسا قلبته معتقل هنا وكانوا يعني قلبته كان هنا في مدخل تاع المدينة تاع القلعة الحفصية هناك بيوت الإنسان كي يدخل يقشعر البدن تاعه كما نقول احنا تغيد ما هكا بلي انه اسكو فرنسا كانت تحط المجاهدين والشهداء تاعنا تحطهم في لي كونديسيون دونك يعني القلب ما يحملهاش. وفي 1962 استقلت الجزائر والحمد لله نعم الاستقلال ف القلعة الحفصية راهي أمامنا. يعني القلعة الحفصية لا تجمع فقط التاريخ لأن الموقع 109 متر شوفوا ذاك المنظر الرائع أن القلعة الحفصية في جانبها الشرقي تطل على خليج بونا في جانبها الشمالي كذلك على خليج بونا وعلى جبال إدوغ التي تضم المدينة كذلك من الناحية الغربية نشوفوا كذلك جبل إدوغ
ومن الناحية الجنوبية مع المدخل نشوف كذلك خليج مدينة عنابة إلى بلدية القالة، وكذلك الأطلس التلي للناس اللي ما تعرفوش بزاف الحكم العثماني في مدينة عنابة، أنه الرياس تاع الجزائر العاصمة كانوا يجيوا للقرعة للقصر اللي كان موجود في القرعة، وكان لهم المكان المفضل نظرا لروعة المكان. ولهذا ننصحوا زوار مدينة عنابة وكل ضيوف مدينة عنابة أنهم يجيوا يشوفوا الموقع هذا، وسيكون لهم رأي آخر في جمال بنى الأنيقة. المدينة القديمة بتراثها وتاريخها وتقاليدها وبعاداتها كل قصص وقصص، والله ما تفض شفت نديروا 70 حلقة وما تفضش، راح نتخلاو شوية على الجانب الثقافي بما أنها سلسلة ثقافية وسياحية، راح نكسروا لكم شوية الروتين، ننتقلوا للأحسن وجهة سياحية في المدينة القديمة اللي تقول له وين نروح ونأكل حاجة تقليدية يقول لك روح للهاشم. قبل ما نقولوا مدينة عنابة نقولوا جاري والبوراك، قبل ما نقولوا عنابة نقولوا الشخشوخة ونقولوا تليتلي العنابي، قبل ما نقولوا عنابة نقولوا المالوف، قبل ما نقولوا عنابة نقولوا الفقيرات والسطوح. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا أجمل حي في المدينة القديمة اللي هو قبلة للسياح، واليوم راح تشوف الجاري والبوراك، وراح طيب معايا الجاري والبوراك اليوم. تعلمني بس. بكري سردينا وهذا الصوره هذا ما كل يعيطوا من بكري موفي ثم موفي، من بعد يجي البون هو دوراد وباغرو، هذا ما كل بكري نمشي احمر ما نقدرش نخدموا بها كامله باش نخليو، ومن بعد نرجعوا في لاميطور الثانيه ما بزاف. هذيك عملوا لنا دوبل وحده زيد وحده حبيت ما بقاش فيها الريحه تسير شم ربي يبارك. اما الورق نديروا بهم ديكور بكا زاكي عدنوس ولد الشوكرا عدنوس ايو كان حكايات صغار بكي تاع الصغر هنا تاع زنقة الحوالية والحوت، وهو امه طعيت امه طعيت من فوق يقول له حمدي طيش الحوت ربي يرحمها حمدي ساسية مرا طيبة ربطنا كل في الدار، وهي طعيت عليه يقول له حمدي طيش الحوت حمدي وين انت الدار خير له خير كان له خير. كانت زنقة معروفة كاملة بالحوادة. أيوة. كانوا كيخشوا للبابر مشارشين منفراك ثم الحوت يعود بالزايد. أيوة. كانوا يحكمونا احنا كنا صغار يبعتونا شيروا رولوات الساشيات، احنا ما عم بلناش وعم شيروا بيهم رولوات الساشيات، نجيبونا يقولوا رولوات نجيبوا لهم احنا رولوات الساشيات، يحكموهم يعمروهم بالحوت ويخيروا كل خطرة بلوك أبدأ أطلع الجر فوقاني يطبقوا في الدار نحطوا له الساشية تاع الحوت ونهبطوا العشية تعدي في الكارتي تشم كارتي كامل بالحوت، الناس كل طيب الناس كل دوكر في الحوت كان خير كبير، اقسم بالله كانوا لي فورغون كيجيو يكاريو وانا باش نشارجيو الحوت ويديوهم للتزاير باش يلفريو الواحد لاشين تبصح تلبسها تسردوك سوحة باللي كانت كيما نقولوا احنا حاجه كونسونطري ديريكتوم الحوت سلك الحوات ديريكتوم ما كان حتى بلاصه بعدا. تفضل مرحبا بكم. طيب ديك الشاسنه زيك مسنه ما كريانو اللي معاك اشوفو حبك لي برمات الجاري. مدام السلام عليكم. قولي لي مدام وفاه هذوك لي زامبيتي تاعك مرحبا بهم ضيافنا مدام مرحبا بهم. لاصوص من جمرها كيما نقولوا حنا باللاصوص، لا نهزوا كميه من هذا نعطيوها سقيا بابا هكا، حنا في عنابه كونسوميو الاحمر ياسر نسميو نجاري عيطوا له الشرباجي هذيك خرجت منه كلمه شربه بس حنا نقولوا جاري. كنت تسمى ذاك يعد فيها ماكله اليوم وليتي عندك ريبيتيسيون يخرج الفار ثاني يخرج الفار من فوق اسمه ما تربطهاش ما ديرلهاش طبه هذيك كيما لا لا بس كاس والله اختي العزيزه انت بنت الدار عاملي سيرفيات بحداك دبري شوفي اضرب النح الدار دارك فهمتي يا اهل المدينه كل يعني كلهم يطيبوا زكي كل تسمى انت ما عطيتلك في الطياب اسكي قريتي عليها شوكولا؟ لا هذا عندي بابا كان كويزيني هذا انا كبرت مع بابا كان بابا طباخ الله يبارك باريس خدم حتى في باريس الله يبارك وانا كبرت معاه وانا كنت صغير المحبوب تاعو زكي قالت ما هي سرنا وحتى كي كان يروح بكري كومبي ومن هنا يديني معاه
وانا صغير هزيت والكوزينة تتحبك على بالك يا زكي. فهمتك ها. الكوزينة تتحب. قبل ما نطيب كنت نخدم طابيسي غرنيسان. كنت نخدم لي صالون زكينا. ايوه. وهذيك وسي حرفه ولا تعلمتها ابا عن جد؟ لا هذيك حرفه وحدي موهبه هذيك ما قريتش. بس حسنا كي نجيو نديرو ديفيرونس ما بين الحرفه هذيك اللي انت قاعد فيها وحدك في المحل وما بين هذه اللي فيها الكليون يروحوا ويجيو. وانا اللي تخلق لك الجو. اسمع وانا اللي تخلق لك الجو. هذه هي. حبيت هذه عجل الجو. هذه الخدمه اللي كنخدم فيها انا. صدقني مشني على التجاره يا اخي. هذه كما ندير غوستو. غوستو زكي يا اخي. هو على غالب قادر بعد عام نسبب تلقاني صيد في الحوت ولا تلقاني في الجبل قبل. عاد تقول لي اسمع عاد تقول لي واحد من عبك على المورال وقال لك فكك. خلي بيربخطاها زكي. خلي بيربخطاها. خاطر نعرفوا ناس من زي فهمت نستقبلوا الناس في المدينه القديمه. الحمد لله المدينه ولات عامره. أخزن معي يا زكي. ها هاني نسمع هاني نخدم. لا تخزن معي. ها قبل ما من بكري في المدينة هنا كي تنوض على الصباح رايح تقرا جاي تسمع غير المالوف من الديار. تسمع غير المالوف. العرسات في السطوحات غير المالوف. عرس في الزنقة بالقيطون غير المالوف. ولا احنا بس كبرنا على المالوف بس هذه الودن حكمت في الصغر. كي حلت عينها لقيت المالوف. انا المالوف جزء لا يتجزأ في دار البعيد انا ولا حتى في داري. المالوف ما يخطيناش. مالك يرولها قاعد المالوف درهم. ايه المالوف. في الفم لدة وفي القلب سيوف. أرواح أرواح زكي نعد كلمان فروح. المبسيمة المبسيمة أمد بلاد عيوني مبسيمة عمري يا لا 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 يا لا لا المبسيمة وعدي يا لا 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 يا لا لا المبسيمة أمد بلاد مصطفى الكارديناز هادي عبد الرحمن فكرنا فيه انت يا شيخ. رجعتينا للزمان. رجعتينا لقلب الأغنية المالوف لمدينة عنابة. شكون هو مصطفى الكارديناز؟ مصطفى الكارديناز هذا جاء عند طرد المسلمين الموريسكيين من الأندلس. استقر في تونس. في تونس. كان في تونس يعيطوا له يسميوه مصطفى القرنبادي. كان له الفضل في إعطاء روح جديدة لمدينة قرنباليا بتونس الشقيقة. وكان هو اللي يغرس كما نقولوا احنا يغرس الشجر يغرس الزيتون يدير. من بعدك صار له مشكل مع احد حكام المنطقه مما اسفر عنه يهاجر يجي لمدينه عنابه. جاء واستقر هنا بمدينه عنابه وكان فضل مصطفى كذلك الكارديناس انه غرس اكثر من 30 ألف شجره زيتون بمنطقه راس الحمراء وواد القبه. هو ساهم في نشر المالوف في عنابه من وراء مصطفى الكارديناس. كان عدة شباب اللي تأثروا به ومنهم جاب الله بن سعد كاتب الأغنية تاع البغي بالبغية. لو كان لي قلبان لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب. لكن لي قلبا تملكه الهوى. يا ليل يا ليل. لكن لي قلبا تملكه الهوى.
فلا العيش هنا له ومن غيرك ليش محال يا ميلي راني نموت عليك ومن غيرك ليش محال يا ميلي راني نموت عليك ومن غيرك ليش محال وتكمل الحصة تاعك ولازم تكون هك تجولت بالفكر وفي الأثر وقلت لقلبي كفك الجليل وضبر أمري ولا علمني وحسبي ونعم الوكيل. تقاليد عنابة، لباس العنابي الأصيل. نبدأ بدلالة اللي هي تحناها العروس يوم عرسها، دلالة تكون فيها حولي متنوع بالدلالة بزوي السلطاني بالجبين بالشوشنة بالقطينة، الشعير باللوح السخاب والشندوف وتسريحة التل. والقندورة الثانية نقولوا لها اللفة، تمثل في المحرمة الفتول، الشاشية، الجبين، الكرافاش ديما مع الشعير باللوح، الشنتوف والسخاب. وان شاء الله نبقاو نحافظوا على التراث العنابي الاصيل، ما يموتش ان شاء الله. نفكرك يا حمدي، حنا رانا بك اللحوم هذه كامله عصروا القارص تاع الكريبوني بكري. الله الكريبوني تاع عنب المشهور بكري، تخدم في الزنقه تاع باري جوزيفين، منهم الحاج خرجة ربي يرحمه، كان عندنا بالرابح. بالرابح لو توب نقولوا احنا التوب تاع الكريبوني عنابه كامله تشهد بها. احنا صغار نعصروا بكري قارص، يحطونا نعصروا مقاي بالضبط قارص اخضر بالماشينه بريس. ونقطه اخرى كي طيبوا بكري لاكريم يبداو يعيطوا على الجيران تاو كل بالبرم بالبرم خير زيو ناس كنتو ومشي لاكريم هذا اللي مخدوم هك كي نقول الكريم تديه من لاتوربيان ديريكتومون بالمغرف تاعو يجبدها لك يعمر لك الكاسرون تطلع به للدار كي تقول كليتا كريم كليتا كريم. في خاطركم في خاطر خيزك يعيشك سافرنا معك والله حتى اني سافرت وحدي ناس في راهي وحدي اني رحت بريمير كلاس